أستاذ هشام، هل يمكن أن نقول أن الآن السياسة التركية تجاه إيران هي تشبه السياسة الأمريكية، عفوا السياسة الأمريكية تجاه إيران الآن تشبه السياسة الأمريكية تجاه العراق في التسعينيات؟ يعني هم يريدون استنزاف العراق، أرادوا استنزاف العراق في حرب مع إيران، وأرادوا استنزافها أيضا في حرب بالكويت، وحتى كانت مقدمات لإنهاء النظام العراقي. هل نفس السياسة يمكن أن نقرأها أو يمكن أن نطبقها على السياسة الأمريكية تجاه إيران الآن؟ أنا ما أعتقد هذا أخي محمد. أنا يعني قناعتي التامة بأن أمريكا يعني ما تريد زوال النظام الملالي اللي موجود حاليا. لسبب، أولا هي لا تريد دولة قوية بالمفهوم الحقيقي في الشرق الأوسط ممكن يشكل تهديد حقيقي لأمن إسرائيل. أولويات أمريكا في الشرق الأوسط هي الطاقة وأمن إسرائيل، ما تتجاوز هذين الاثنين. وأنا مثل ما يعني ذكرت لحضرتك في البداية، كانوا من أكثر بلدين صاعدين في الشرق هم العراق وإيران. إيران في وقت الشاه كانت تتطور بشكل رهيب جدا، وإمكانيات إيران التحت أرضية والفوق أرضية معروفة، وتاريخها العريق معروف، وبدت إيران تصعد بقوة، وهذا راح يشكل في يوم من الأيام مصدر تهديد لإسرائيل. وحتى مهزلة إسقاط شاه إيران محمد رضا بهلوي وجلب الخميني بطائرة فرنسية من باريس وإنزاله في طهران والترحيب به وإسقاط الشاه بسهولة، وبعدين ما تركوا للرجل حتى مكان ينزل فيه إلى أن استقبلوا السادات، يعني أهانوا الرجل مع أنه كانوا يعتبروه في فترة من فترات شرطي الخليج. نظام الملالي حقق لأمريكا مكاسب كبيرة جدا. أولا إعطاء الحجة حتى تضغط عن طريقهم على دول الخليج، وتصورهم نظام الملالي كفزاعة تخوفهم بهم. إذا أنا ما موجودة جنبكم راح تبتلعكم إيران، وأنا موجودة هنا وأنا أحميكم مقابل مصالح، مقابل ثمن يدفعونه. وطبعا هذا الثمن بدأ ترامب يصرح به علانية. الرؤساء السابقين الأمريكان السابقين كانوا يستخدموا الدبلوماسية في هذا، لكن ترامب بدأ يستخدم أسلوب السوق يعني منها صراحة، حتى في قضية سوريا في الأخير لما قالها بصراحة أنه على السعودية أن تدفع ثمن إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب. قناعتي أنه وجود نظام الملالي أولا أضعف إيران من كثير من الجوانب في قضايا التقدم طبعا والنهضة الصناعية، لكن يعني يكفي أمريكا أنه النظام الملالي الآن يستخدم تقريبا حوالي ثلث ثروته من أجل تصدير الثورة الإيرانية، وهذه الثورة الإيرانية ثورة عقائدية ما تهم أمريكا في شيء، هي فقط تستخدمها مجرد ورقة لصالحها من أجل تخويف الأنظمة الباقية اللي موجودة في المنطقة، مسكها هذا الهلال الشيعي من أفغانستان وحتى تنزل به إلى اليمن ويمكن إلى عمق أكبر، وحققت عن طريق ذلك مكاسب كثيرة. أنا أعتقد أن وجود نظام الملالي هو يصب في صالح أمريكا إن شاءوا، إن كان ذلك هم يعرفوا، هم أكيد يعني ما في تعاون مباشر في هذه القضية بين الطرفين، لكن يبقى هذا النظام نظام الملالي أولا بسبب العقلية الأيديولوجية الموجودة عنده، بسبب نظام الحكم اللي استخدموا في إيران. معظم المفكرين والمنورين الإيرانيين تركوا البلد وهجروه، وما بقوا غير يعني العقلية الوسطى اللي يعني ما تنهض بالبلد جداً.